السلام عليكم أصدقائي، كيف حالكم متابعين قناة فيوتشر كوين؟ طبعا أصدقائي، باقي أقل من أسبوع لبداية حرق عملة تيرا لونا كلاسيك. هتتم حرق الدفعة السابعة لعملية الحرق المستمرة على منصة باينانس. نعرف أنه تم تخفيض عمليات حرق ورسوم الحرق على المنصة. بهالفيديو راح أعملكم عملية حسابية ونعرف عدد القطع المحروقة في هاي العملة. أما ما الفيديو، بتمنى تضغط زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. ولا تنسى تنضم لقناة تليجرام، الرابط راح تلاقيه موجود أسفل الفيديو، والرابط موجود كمان في بيان القناة. خليكم معنا أصدقائي لبعد الأنترو. طبعا أصدقائي، إذا بندخل على موقع كوين جيكو وبنختار عملة تيرا لونا كلاسيك، وبعدها بننتقل لبيانات تاريخية. عملية الحرق راح تكون على منصة باينانس حسب الرسوم من تاريخ 30/11 إلى تاريخ 2/3/2023. ندخل على موقع كوين جيكو ونختار التاريخ من يوم 30/11 إلى يوم 23/2. هاي عمليات الحرق من تاريخ 30/11 إلى يومنا الحالي. عمليات الحرق راح تكون لعند يوم 27/2. لحد الآن عندي فوليوم على العملة يساوي 1,900,000,000 دولار اجمالي الفوليوم على العملة. منصة باينانس تمتلك 30% من هذا الفوليوم. منصة باينانس يعني اجمالي الفوليوم على منصة باينانس هو 570,000,000 دولار. الرسوم اللي بتاخده منصة باينانس هي 0.1% يساوي عدد الرسوم اللي اخذته منصة باينانس هي 570,000 دولار. بنروح على نظرة عامة، ننزل الى الاسفل، بحط مكان الدولار 570,000 دولار. هاي 5775,000 تقريبا 750,000 دولار. بيطلع اجمالي عدد القطع هو 3,500,000,000. هيك عرفنا انه عدد القطع المحروقة هي 3,500,000,000. طيب عدد القطع بنعرف انه الماكلة راح تروح للحرق حسب منصة باينانس، انه راح يتم حرق 50% من الرسوم بدل 100%. 50% راح تروح للحرق، وال 50% التانية راح تروح لتطوير الشبكة. يعني 3,500,000,000 نقسمها على 2، اجمالي عدد القطع المحروقة الى حد الان هو 1,750,000,000 قطعة. يعني راح يتم حرق اقل من 2,000,000,000 قطعة. هاي هي رسوم الحرق على منصة باينانس طوال تقريبا شهرين، من 30/11 إلى 30/2/2023. تقريبا 3 شهور رسوم الحرق لن تتجاوز 2,000,000,000 قطعة. لو كانت ضريبة الحرق 100% رايحة للحرق، كنا شفنا حرق يوصل إلى 3,500,000,000 قطعة. حاليا شفنا تحليل عملة تيرا لونا كلاسيك. عندي 3 مقاومات و3 دعوم. الدعم الاول هو منطقة 16، والدعم الثاني هو منطقة 15. لازم نحافظ على الدعوم حتى نرتد للمقاومات. الدعم الاقوى هو دعم 0.3014، لكن الى حد الان عم نشوف تماسك رهيب جدا لمنطقة 0.3016، وعم نفشل بكسرة عدة مرات. عندي مرة، مرتين، ثلاثة، اربعة، خمسة، 6 مرات عم نفشل بكسر هاي الدعم. حاليا ممكن توجه للمقاومة عند مقاومة 0.3017 و60، وبعد منطقة 19 و21 لازم يكون عندي اقفال اعلى المقاومات لنتجه للمقاومة التالية. يعني ممكن نشوف زيارة المقاومة، بعد نشوف تصحيح لترند، وبعد نرجع نخترق المقاومة وتصير مقاومة دعم، نرجع نعمل اعادة اختبار وننطلق المقاومات التالية. بالامس بفيديو شورت تكلمت عن البيتكوين، وقلت لكم انه في عندي مثلث لازم ما نكسر منطقة 24,500 بهاي المناطق، او 24,200. قلت لكم لازم ما نكسر هاي المناطق حتى نضل داخل نموذج الراي. كسرنا نموذج الراي، صار عندي هبوط الى منطقة 23,400، وبعدها صار عندي اعادة اختبار لترند الصاعد تبع نموذج الراي. حاليا صار عندي هبوط، فبتوقع يصير عندي هبوط مرة تانية الى الدعم القوي اللي هو الدعم 22,500. الهبوط الى 22,500 رح يضل هبوط طبيعي، لكن لازم ما نفقد هاي المناطق.
أصدقائي هيك بكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم المؤامرات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.